حكايتنا النهاردة عن يوسف أسامة نبيه وسيف فاروق جعفر، ثنائي الزمالك الحالي وأبناء أسامة نبيه وفاروق جعفر نجوم الزمالك السابقين. أسامة نبيه اللي اتولد في يناير 75 واللي بيعتبر واحد من نجوم الزمالك السابقين انضم للناشئين الفريق الأبيض واتنقل للترسانة سنة 95 ورجع سنة 96 لناديه، واستمر مع الفريق الأول سنة 99. احترف في ألتاي إزمير التركي سنة 2000 وبعدها اتنقل لنادي الكويت الكويتي وغزل المحلة والترسانة والمصرية للاتصالات عشان بعدها يقرر الاعتزال. بيمتلك أسامة نبيه العديد من البطولات والإنجازات في مشواره، كان من ضمنها بطولة كأس الأمم الإفريقية سنة 98 وفوزه بذهبية كرة القدم في دورة الألعاب الإفريقية سنة 95 مع منتخب مصر. وتوج أسامة نبيه مع الزمالك بالدوري مرتين في بداية الألفية الجديدة، وحصل كمان على كأس مصر سنة 99 وبطولة السوبر المحلي 2002. وساهم أسامة نبيه مع زمايله في الزمالك عشان يقودوا الفريق لبثلاث بطولات إفريقية: أبطال الدوري 96، كأس الكؤوس الإفريقية 2000، وكأس السوبر الإفريقي 97. وبعدها اعتزل في 2009 زي ما قلت لكم، واتجه للتدريب، وكانت البداية في قطاع ناشئين الزمالك قبل ما يبدأ مع الفريق الأول سنة 2013. بعد ما حقق كأس مصر مع الزمالك تلقى نبيه عرض من الاتحاد المصري عشان يكون موجود في الجهاز الفني للفراعنة مع شوقي غريب، ووافق على العرض واستمر مع منتخب مصر بعد ما رحل الجهاز ده، وجه الأرجنتيني هكتور كوبر علشان يكون موجود كمان معاه في فترة طيبة جدا لمنتخب مصر، منها تأهل لكأس الأمم الإفريقية بعد فترة غياب 7 سنين وتحديدا الوصول للنهائي، وكمان فترة غياب عن كأس العالم 28 سنة والوصول لكأس العالم في روسيا في 2018. سنة 2000 وتحديدا في سبتمبر اتولد يوسف في بيت أسامة نبيه، واحد من ناشئين MP اللي اتنقل لناشئين الزمالك ولعب لأسوان ورجع للزمالك في 2022. حصل مع الزمالك على بطولتين دوري سنة 2021 و2022، لعب مع الزمالك 37 مباراة سجل فيهم 5 أهداف وصنع 4، ولعب مع أسوان 7 مباريات من غير ما يسجل ولا يصنع. دربوا مجدي عبد العاطي وأحمد عبد المنعم كشري وباتريس كارتيرون وسامي شيشيني وفريرا وأكيد أبو أسامة نبيه. من أبرز تصريحات أسامة نبيه عن ابنه: أنا ابني بيجدد مع الزمالك وهو مغمض عينيه، الزمالك خيره عليه وعلى أبوه. أول ما قابلت فريرا قال لي أنا سمعت إن ابنك لعيب كويس، لكن أول ما شفته في الملعب اتأكدت إنه فعلا يستحق يكون موجود في الزمالك. النجم الثاني هو ملك النص فاروق جعفر اللي اتولد في 29 أكتوبر سنة 52 من أصول نوبية، اتربى وعاش في حارة النجار في حي المنيرة بالسيدة زينب، وحصل فاروق جعفر على بكالوريوس في التربية الرياضية، وبعدها بقى واحد من أهم لعيبة الزمالك ومنتخب مصر على مدار التاريخ. أول واحد شاف موهبة فاروق جعفر كان ميمي درويش نجم الإسماعيلي السابق وسيد الطباخ نجم القناة والأولمبي، وده عن طريق دوري كان بيتلعب وقتها اسمه دوري الفصول، وكان فاروق جعفر عنده 8 سنين. إبراهيم عبد الرحمن كشاف الزمالك اكتشفه وضمه لفريق الناشئين وتصعد للفريق الأول سنة 69 واحترف في أمريكا سنة 72 وبعدها رجع للزمالك. مع الزمالك حقق 2 دوري و3 كأس مصر، ومع المنتخب حقق 2 أمم إفريقية. لقبته جماهير نادي الزمالك بملك النص، بالفنان، المهندس، أوناسس، وطبعا ده لمهاراته وإمكانياته الكبيرة. اعتزل سنة 89 واتجه للتدريب ودرب العديد من الأندية، كان أبرزها طبعا الزمالك، المصري بورسعيدي، طرائع الجيش، وغيرها من الأندية الكبيرة في مصر. وسنة 99 وتحديدا في ديسمبر اتولد سيف في بيت النجم الكبير فاروق جعفر، سيف اللي ابتدى في ناشئين الزمالك واتنقل لمدة 6 شهور لسموحة، رجع للزمالك سنة 2020 وتصعد سنة 2021 للفريق الأول، لعب مع الزمالك 22 مباراة في الدوري والكاس ودوري أبطال إفريقيا، وأحرز هدف في كاس مصر في الداخلية في يونيو 2022. اتدرب تحت إيد جيمي باتشيكو، كارتيرون، طارق يحيى، فريرا وأسامة نبيه. من تصريحات فاروق جعفر عن سيف لما قال: أنا بزعل قوي إن ولادي ما بيسألوش عليا بسبب الخلافات الزوجية، مع إن كل حاجة كنت بملكها اديتها لهم. سيف ابني لما ببعت له يقعد معايا في الزمالك ما بيرضاش، عندي خيبة أمل لأني مش حاسس بيهم. سيف فكرة إنه ابني أذته كتير، سيف بعيد عني بعض الشيء ومعرفش عنه حاجة. يوسف أسامة نبيه وسيف فاروق جعفر،
بنفس الحالة وبنفس الظروف وفي نفس المرحلة السنية تقريبا، هل الاتنين يعتبروا أبناء عاملين ولا ممكن يثبتوا جدارتهم؟ الإجابة عندكم.